بسم الله، هنكمل على المحاضرة اللي فاتت. عايزين نجيب للترانسفورمر في اسمها حاجة اسمها ترانسفورمر فولتج ريجوليشن. كلمة ريجوليشن معناها الاوتبوت بتاعي ثابت، لكن اللي بيحصل لو انا غيرت في الاوتبوت، يعني عشان كده الاوتبوت بتاعي يبقى ثابت. ريجوليشن معناها ثابت، الفولت ثابت. لو غيرت في اللود، هتغير لك كل حاجة. عشان كده لما اجي احسبها بقول فولتج، ان هنا ما عايز احسب الفولتج ريجليشن برسنتج، بقول ايه؟ لو انا مش حاطط لود في سكند، ما ده على السكند، في سكند مش حاطط لود ناقص الفي سكند، وانا حاطط الفول لود على الفي فول لود في المية، دي بتبقى في المساله احسب الفولتج ريجليشن واضربها في 100 اديني ايه برسنتج. هي نفسها لو انا حسبتها للبرايمري تقريبا، لو ريفيرد للبرايمري دي كانت ريفيرد للسكند، دي ريفيرد للبرايمري. الافيشنس عباره عن ايه؟ بي اوت على بي انبوت. بي اوتبوت عباره عن الانبوت ناقص اللوسز، يعني دي او دي، يعني بي اوتبوت عباره عن الانبوت ناقص اللوسز. بي اوت فلو جيت احسبها عباره عن واحد ناقص اللوسز على البي انبوت، كانها واحد ناقص ايه هو اللوسز اللي موجوده عندي في الكبر لوس والكور لوس، اللي هي في الار سي والار بي والار اس. دي كبر لوس اللي هي ار بي والار اس، والكور لوسز اللي هو فين؟ في الار سي، على كل الانبوت مع الايه في اس واي اس، كل يعني دول اللي انت حسبتهم فوق هنا اهو في اس مع الفي ان في اس واي اس في السكند. هي دي المفروض الفاليو بتاعته من حوالي 9 من 100، 9% يعني 99% لحد 99% ده الافيشنس تتحسب برسنتج. دي تطلب في المساله، يا ريت تحلوا عليها المسائل دي، اكزامبل اهو كمان عليها كتير اهو، فيا ريت نحل عليكم ونشوف الايه في نشوفها. هي عايزه الافشنسي، هتلاقيها برضك سهله ما فيش فيها حاجه اصلا، يعني تعويضات مباشره وما فيش فيها حاجه. البريونت بقى اخر حاجه عندي في المحاضره دي، اللي هي في حاجه اسمها البريونت. البريونت معناها ايه؟ دايمنشن ليس، معناها بعتبر البيز بتاعي اول ما ببتدي المساله احل فيها او اشوف فيها الفولت امبير كانها البيز دي اللي هقسم عليها. لو انا عايز اجيب اي بيز عباره عن في بيز على اي بيز، انا حاطط في بيز. لو كانت يعني اي يعني اي بريونت، كلمه بريونت معناها اكشوال كوانتيتي على البيز اللي انت واخده، حاطط الفي بيز، حاطط الاي بيز اللي انت عايزه، بس انا بختاره في المساله. فمثلا عايزه الاي باور بيز، لو قلت انها كيو معناها ايه؟ رياكتيف باور، محدش ينسى. والفولت امبير معناها والاس معناها ايه؟ اكتيف باور، كله بيز، بقت كل حاجه عندي بيز بشتغل فيها دايمنشن ليس. ودي حاجات بتبقى اسهل في المسائل، مش اسهل في المسائل، اسهل في اي حد بيتعامل معاها ك فاليو على طول. كده المحاضره خلصت، اتمنى تكونوا فهمتوا، بالتوفيق ان شاء الله. ولو عايزين اي استفسار انا معاكم على الواتس، على الفيس. السلام عليكم، شكرا.